سميت هاد المادة اللي كتستعملها لالا؟ هاد المادة الرافية هي ديال الحساسية اللي كتشبك ديال الرجل، مادة صحية ونبات. ومني كتجيبوا هاد المادة هادي؟ هذه الأصل ديالها من مدغشقر، كايناش عندنا في المغرب. مادة مستوردة. كتصوبي بها دابا الصناطل ديال نصيبو بها المكسنات، صباب الدرجس، صباب التعييرات، صباب البلاغي، الصناطل، صباب الكيسان، كتشبو تاي شي. اذا كتبقاي غادي بهذيك العمليه حتى كتوصلي للتحتيك؟ ايه العمليه كلشي هكا باش كيكون واخا. هادي دابا هو النهائي، هذا هو المنتوج النهائي، هذا هو المنتوج النهائي بحال هكا. من بعد كنديروا ليه السميله. السميله بحال اش مثلا؟ عندك شي نموذج ديال السميله نشوفو؟ هذا دابا مفيني. إذن هذا دابا هذا الحذاء هذا مصوب من 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 رافية. من رافية هذا نبات. أكمل لك. دابا كنصيبو بلاصة العوينات فين غادي يدوز داك السير. شحال هادي نتي خدامة هنا في هاد الحرفة هادي؟ من 2006. تعلمتي ليها في شي معهد ولا عن طريق الوالدين ولا عن طريق شي؟ انت ديما هنا في هاد قصبة سوس هنا فين كاين العمل ديالك؟ بالنسبة للزبناء ديالك عبارة عن هما المغاربة ولا السياح؟ شكون اللي عندك مكرو انتوما بزاف؟ أغلبية سياح. سياح أجانب؟ أغلبية سياح. كدير الحركة شوية، كاين شي رواج فيما يتعلق بهاد السلعة هادي؟ شوية الحمد لله. إذا قلت لي هذا الحذاء هذا هو صحي 100%. إيه صحي 100%. بالنسبة للمفيد لهذوك اللي كيعرفوا ليهم رجليهم. إيه. أو كل اللي كيعرفوا ليهم رجليهم. ديال اللي عنده الحساسية. مادة صحية ماشي شي حاجة مضرة. كيدو الناس كاع اللي كيعرف هذه المادة كيجي كيديها. وبالنسبه للثمن ديال هذا الحذاء مثلا ناخذ كمثال هذا الحذاء ثمن مناسب ماشي شي حاجه بزاف. كديروا اثمنه مناسبه؟ ثمن مناسب. زين بالنسبه لاربع ايام ديال الخدمه راه كنديروا اثمنه مزيان. اذا المده فاش كتصوبوا حذاء واحد شحال؟ اربع ايام. اربع ايام فاش كتصوبي زوج ديال الاحذيه؟ ايه حيت كياخذ هذا الشيء شويه ديال الوقت. فعلا اللي كتستعملي غير هذيك البرا صافي فقط، هذيك هي الآلة اللي كتخدمي بها؟ صافي غير البرا باش قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتواصلوا معي.
ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.